السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه نوشن، موقع نوشن جميل جدا في تنظيم الأفكار وسهل جدا في الاستعمال، وميزته إن هو حتى موجود على الموبايلات سواء أندرويد أو أيفون، واللي تكتبه في الموبايل تلاقيه ظهر عندك هنا. كل عليك إن أنت بتكتب أي حاجة أنت بتفكر فيها، يعني ما عايز تنظم مواعيدك، لقيت مواقع كتيرة كويسة عايز تحتفظ بيها، لقيت وتقدر تشاركها مع الآخرين، تمام؟ يعني وتقدر مثلا تحط العناصر الأساسية اللي أنت عايزها في المحاضرة، يعني أنت عايز تبدأ محاضرة، إيه الأفكار اللي عندك؟ بتبدأ إن أنت تكتبها. عايز تروح تطلع رحلة مثلا، فتبدأ تكتب إيه؟ رحلة عمرة مثلا، تمام؟ إيه الحاجات اللي أنت عايزها للعمرة؟ تبدأ تكتب بكل اللي أنت عايزه، أو ممكن يكون في تيبل إكسل مثلا فتقدر تستعين بيه. بورد هو مثل إن هو مرتبط بمواقع كتير جدا وإمتدادات كتير جدا تقدر تشتغل بيها. فمثلا حجز التذكرة مثلا، شراء ملابس الإحرام مثلا، تبدأ تكتب النقط بحيث إن أنت متنساش أي حاجة فيهم، وأي واحدة فيهم تقدر إن أنت تتحكم فيها زي ما أنت عايز، يعني تقدر تعملها دوبليكيت، تقدر تاخد كوبي لينك تو بلوك، تقدر تنقلها لصفحة تانية، تقدر تديها لون مختلف بالشكل دوت، تقدر تزود عناصر، تمام؟ ممكن تعملها بالذكاء الاصطناعي هو يبدأ يساعدك في الكتابة، تمام؟ حجز التذكرة هو بقى يبدأ يشوف بقى ايه الكلام التفاصيل، وانت طبعا بتقدر ان انت هتعدل، تمام؟ كتب لك. فالذكاء الاصطناعي موجود فيها فبيساعدك كتير. ممكن مثلا تكون انت بتجهز شرح فتقول له طب اديني النقط اللي انا هشرح بيها مثلا درس فيزياء او درس كيمياء، تمام؟ ممكن تقول له كنت رايتنج فيبدأ يكتب، تمام؟ دون، تمام؟ تقدر تمسح اللي انت عايزه، تقدر تزود، تمام؟ تقدر تقول له يلخص لك، او تقدر تقول له زود او ترجم او فسر او زي ما انت عايز، وتقدر تضيف صفحات، تقدر تدو ليست، يعني 5 6 نقط هتبدأ ان انت تكتبهم بحيث ان انت تبدا تعلم على الحاجه لما تخلص. فده بيسهل لك تنظيم الافكار. ممكن يكون عندك افكار كتيره جدا، مثلا انت شغال مثلا في كذا مشروع، فتبدا كل مشروع تكتب العناصر اللي انت عايزها، وتقدر ان انت تشاركها مع الاصدقاء، مكتوبه في شير، تقدر تشارك رحله عمرك مثلا مع الناس اللي هيروحوا معاك. شير تو ويب، يبقى كده كل الناس تقدر انها تطلع على الافكار. ممكن مش افكار، ممكن يكون عندك مثلا معلومة عايز تشيرها مع الناس، أفضل مواقع في الذكاء الاصطناعي مثلا، فتبدأ إن أنت تحطهم كلهم وتبدأ إن أنت تشاركها مع الناس بحيث اللي بيدور على المعلومة ليها على طول. زائد إن في تمبليت كتير بيساعدك حسب بقى أنت عايز تعمل إيه بالظبط، تمام؟ رايت أ بروجكت بريف، سكادول تيم أوف سايت، بيلد أدمن كونسلتنت، كل واحدة من دول تحتيها حاجات كتير جدا تبدأ إن أنت تختار إيه اللي أنت عايزه. مثلا دي التاسكات، وتبدا تدي للناس تاسكات وهم يبداوا يشوفوا ايه اللي خلص. لو عندك اجتماع تبدا تحط بقى جيتنج ستارت ويز ميتنج مثلا، تمام؟ طيب انت عايز التمبليت دوت، خلاص بدل ما تبدا من الصفر تبدا ان انت تلاقي التمبليت ده وتبدا ان انت تعمل اديت عليه وتعدل فيه زي ما انت عايز. فموقع ممتاز جدا لتنظيم الافكار.